ما هو القول الراجح في القيام للجنازة والصلاة عليها الرفع ورفع اليدين ورفع اليدين على الجنازة للتكبير يا شيخ؟ الراجح في هاتين المسألتين أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها. ها؟ نعم، أنها إذا مرت به قام لها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك وفعله أيضا، لكنه بعد هذا لم يقم، قام ثم قال. والجمع بين فعله وتركه أن قعوده ليبين أن القيام ليس بواجب. وأما رفع اليدين في تكبيرة صلاة الجنازة فالصحيح أنه يكون في كل التكبيرات، لأنه صح عن ابن عمر موقوفا وروي عنه مرفوعا، وقد صحح رفعه جماعة من أهل العلم. فالصواب أن اليدين ترفع في كل تكبيرة.